اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم الان في هذه المساحه التي نخصصها لاوضاع النازحين في القضارف، وايضا اوضاع العمل الطوعي والمنظمات والمساعدات. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف كل من الاستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي، والاستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ بلدية القضارف. وحنبدأ بالأستاذ بشير الصادق، وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجة، وعايزينك تشرح لنا تفاصيل التعامل السلطات مع العمل الطوعي. حقيقة نحن شاكرين جدا للاتصال واهتمام راديو دبنجة بالمشاكل اللي موجودة هسه في السودان أو في الخرطوم يعني، وكما نسميها نحن بالحرب المنسية، لأنه كثير جدا من الدول كنا بنتوقع أنه تقيف مع الشعب السوداني، ولكن في نوع من التجاهل سواء كان من ناحية إعلامية أو من ناحية إنسانية. أنا بتحدث عن الإعانات دلوقتي خمسة شهور مرت في السودان، ومشاكل الحرب مستمرة والوضع الإنساني مزري جدا. لينا نحن كجهة بتاعت منظمات بنعاني جدا في أنه نوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، اللي هي من الأدوية ومن الغذاء وكذا. طبعا في كمية من المواطنين بيعانوا من أمراض كثيرة زي أمراض الكلى وأمراض الكانسر والأمراض المزمنة، مع انعدام تام جدا للأدوية وتوقف المستشفيات، وعدد كبير جدا من المستشفيات خارج الخدمة في مناطق مختلفة يعني، وبالذات في الخرطوم يعني. المنظمات اللي بذلت يعني احنا كمنظمة الأحلام وبعض المنظمات الثانية في انه نوفر أدوية ونستعين بصداقاتنا الموجودة في الدول الثانية، ولكن واجهت مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي بتتمثل في انه وزارة الصحة وقسم الصيدلة كان عندهم انه الادوية دي لما تجي مفروض تكون في هبة بالنسبة لنا من المنظمات لوزارة الصحة، وده طبعا مسألة احنا تفاجأنا بالحتة دي، لانه كنا بنفتكر انه الادوية دي حنشيلها وحنديها للمواطنين ووزع لهم مجانا عشان تعينهم، ولكن وجهنا بالقرار ده والتعامل شبيقة المسألة فيها صعوبة لينا انه احنا الادوية دي نجيبه ونسلم المخازن بتاعته وزارة الصحة، وبعد ذلك زحينا نجي نشيل جزء منها، او هم في حالة طوارئ اذا احتاجوا ممكن يستخدموها. بالتالي بيجينا ما بنضمن انه الادوية والاشياء. الصعوبة الثانية اللي هي حتى داخل الخرطوم الممرات ما توجد اي ممرات امنة على اساس انه الناس ممكن توصل الاشياء دي للمواطنين المحتاجين لها، بالذات النقص الغذائي الحاد جدا جدا والنقص بتاع الادويه والاشياء. فهذه يعني بقت مشكله كبيره جدا جدا. ما يخص المساله بتاعت النزوح، كميه كبيره جدا من المواطنين نزحوا من الخرطوم، ما يقارب 5 مليون مواطن نزحوا الى مدن مختلفه داخل السودان وحتى خارج السودان. عندنا تجربة اللي هي في مدينة القضارف، فالنازحين بيعانوا معاناة شديدة جدا. أول حاجة هما جزء كبير جدا بقى موجود في مدارس، اللي هي زي 45 مدرسة داخل القضارف يوجد فيها النازحين، والنازحين دل بيعانوا من مشاكل كثيرة جدا، منهم توفر الأغذية وتوفر الأدوية، وعندهم مشكلة تانية اللي فيها الأمطار ويعني الأمراض زي اللي هو الملاريا، وفي حمى موجودة في منطقة القضارف تورب في حمى ضنك، فبيعانوا منها جدا جدا مع الانعدام وشح للأدوية، فبيجوا هم بين نارين، نار الحرب والنزف ونار المرض، وعدم توفر الإمكانيات لهم عشان يعيشوا حياة يعني سليمة وآمنة. بما يخص مشكلة النزوح في مدينة القضارف، وحتى النازحين دي حواليهم مشكلة، لأنه الولاية قررت إنه في 15 شهر 10 ممكن تفتح المدارس،
وفتح المدارس مرة أخرى يعني مشاكل جديدة لهؤلاء النازحين، لأنه حيتم إخلاؤهم من المدارس دي وتحويلهم لمناطق تانية. لحد هسه ما تغررت المناطق دي حتكون وين، سواء كانت تتعامل لهم معسكرات أو الحكومة تلتزم بأنه تضعهم في دور معينة على لحد ما تنتهي الأزمة دي. نحن يعني نمني نفسنا أنه حتى لو حصل إيقاف لوقف إطلاق النار لمدة 3 شهور بيمكن الناس من أنه إيصال المعدات، إيصال الاحتياجات، إنقاذ الأطفال اللي بيموتوا، إنقاذ الكبار السن اللي بيموتوا نتيجة لنقص الدواء. شكرا كثير، ونحن شاكرين للمجهودات العظيمة اللي أنتم مقدمينها علينا. هل في إحصائية للنازحين في القضارف الآن عددهم كم؟ الإحصائية في صعوبة ليه؟ لأنه طبعاً في حركة للمجموعات مثلاً لحرف مدني يعني أول جزيرة، فبيجوا أغلب الناس يومياً بيجوا وبيخشوا القضارف بعدد كبير يعني، خوفاً مما إنه تحصل مشكلة بتاعت الخرطوم في مدينة مدني. إضافة لأنه صانعي القرار هنا ما بيدوك الداتا الأساسية، لأنه بيفكروا أنه إيصال المعلومات السليمة ممكن يعني يعرض الحكومة لمساءلات أكثر من جانب المواطنين من جانب كده. فبيقول لك أنه الوضع فيه سيطرة، ولكن صراحة الناس بيعانوا. بس الحاجة الكويسة أنه لسه يعني حتى على مستوى مدينة القضارف من ناحية بتاعة مثلا سكن البيوت الإيجارات أخف وضعة من مدني، يعني في مدني إيجار المنازل بيصل مبالغ خرافية يعني ما يقارب $1,000 ممكن عشان تلقى لك إذا أنت عندك أسرة بسيطة. مع العلم بأنه أغلب الموظفين بمدة 6 شهور المدد ما لقوا مرتبات، لكن هنا بالمعارف الوضع أرحم شوية، يعني ممكن ب200 ب150 الأسرة تجد منزل وتستغل فيه. ننتقل الآن للأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ بلدية القضارف للوقوف على أوضاع النازحين هناك. يمكن قبل يومين ولا 3 يوم كان يمكن عملنا جولة على المراكز، لأنه كان في يمكن بتعاون مع شركة ستيم يمكن ودانا مواد غذائية اللي هي يمكن 38,000 قالوا له يعني و400 حبة قالوا بتاعت ماذا؟ يمكن ده بتعاون مع الغرفة وهي الشبكة الشبابية للطوارئ والغاثة. يمكن الجولة دي يعني من خلالها قدرنا نعرف انه يا اخي الاوضاع الانسانية كيف داخل مراكز الايواء، حتى انه يمكن من ناحية بتاعت الغذاء اللي هو كان المنظمة بتاعت WFP جات خشت، لكن الفترة بتاعت القابل اللي هو الشهر ده ففي الحتة دي الناس قد تعاني، لانه اصلا انت اخذت ستوك لايام معينة الستوك ده ممكن يخلص. هنا في فجوة، الفجوة بتاعت بين المنظمة تتدخل تانية عشان تجيب الحصة التانية. أحس الوضع الآن يعني يمكن مزري شديد يعني في بعض المراكز، يعني خاصة المراكز الحصة بتاعتها انتهت ومستني الحصة بتاعتها تنزل. يعني عدد المراكز كم هي؟ يمكن عدد المراكز يمكن في يعني في وحدات داخل الإحصاء وفي وحدات خارج الإحصاء، يعني في وحدات متضمنة البلدية يمكن واصل حكاية 48 مركز كده، يمكن زي 10 كده خارج البلدية يعني. طيب وعدد النازحين كم يعني على وجه التقريب؟ هذا النازحين يمكن لا 9000 9000 وحاجه كده ده في البلديه بتاعت القضارف، ما في المحليات. اي لانه التغطيه بتاعتنا كانت يعني شملت البلديه بس. طيب الوضع الصحي بالنسبه للنازحين كيف؟ والله الوضع الصحي بس الناس بتعاني من الحمى بتاعت الضنك الخشه الاخيره دي، يعني لانه ما في تحوطات لا ما في متابعه لا حتى التشخيص بتاعه بيكون ما واضح، حتى الثقافه بتاعت الفحص المبكر للحمى ذاته يعني له اثر. فيمكن دخل يمكن الحمى يمكن يعني توصل المراكز والناس بتعاني من الحته بتاعت يعني بتاعت التدخل السريع في موضوع العلاج يعني في موضوع الحمى. طيب هل في وحدات صحيه في مراكز الايواء؟ والله يمكن في بعض المراكز تم افتتاحها على مستوى البلديه يعني. يلا ثاني بالنسبه لموضوع الفود، بس زي ما قلت لك انه المراكز الخارجيه لسه دي بقت تعاني، لانه اصلا الاعتماد الاساسي بيكون على الفاعلين بتاع الخير او المجتمع المستضيف يعني، فده اعتماد الاساسي بيكون من الوجبات بتكون من الحي يعني، لانهم ما جزء من
من الإحصاء الأخير اللي هو ياخذوا الحصة بتاعتهم يعني. طيب ابرز الاحتياجات شنو الان بالنسبه للمراكز؟ إنه الفترة بتاعت الدخول بتاعت الـ WBD دي محتاجة لتغطية، أو الفترة الزمنية يحاولوا يعملوا لها مراجعات بالنسبة لموضوع الوجبات اللي قاعدة يتم توزيعها دي، حتى بالنسبة لموضوع يمكن هي الفترة اللي فاتت متواصلين في موضوع الرعاية بالأمهات بعد الولادة، يمكن قاعدين نحاول انه نوصل لهم الحصص بتاعتهم، حتى بالنسبه لجزء من الامراض المزمنه يعني ده ما ده يعني ده ما بيخص بالنسبه لموضوع انه يا اخي نوفر جزء من الحاجات. حتى يمكن امبارح القريبه دي تواصلنا مشينا لمركز اسمه الدمسات، متواصلين انه قاعدين نحاول نغطي الفجوه بتاعت التدخل بتاع الـ WFV يعني. الحاجه اللي عندنا بنحاول نوصلها عليهم يعني لحد ما المنظمه تجي يعني. المنظمة كله بعد كم تجي توزيع المواد الغذائية؟ حسب كلام المستفيدين انه يا اخي يعني كل شهر، يمكن هسه الشهر عدى وفي بعض المراكز يعني الشهر بتاعها خلص وما جات الحصه بتاعتها يعني. التدخل بتاع الغذاء ده هو يعني ضروري شديد يعني، حتى بالنسبه لموضوع الحالات الخاصه بالنسبه للامهات بعد الولاده، بالنسبه للاحتياجات الخاصه للناس الانيميا، يمكن نحن متواصلين مع يعني متواصلين مع الحالات دي، وحاسس اننا باقي حصص اي باقي ستوك يمكن قاعدين نحاول نوزعه لبعض المراكز الخارج الاحصاء والحصل لها نقص يعني. في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي والأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ القضارف على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا حول العمل الطوعي وحول أوضاع النازحين في القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.